ابشر باغلى الجوايز يا ملاك الحلال. في الحلقة نتطرق إلى شروط التسجيل في جائزة الملك عبد العزيز للإبل. الواضح لنا من خلال الشروط الموضوع عندكم أن النادي بدأ من حيث انتهى الآخرون. الشرط الرابع يشترط أن يكون المشارك هو المالك الوحيد للإبل، ويستثنى من ذلك الإبل المملوكة للورثة من أبيهم. الالتزام أو الشرط الجزائي المالي هذا بيحد منها النقطة، وهذه ممتازة جدا وتحسب النادي البل. عندك عمرك 100 وبشارك بالـ20 تلاد وبشارك بالـ100 ما يمنعون. أنا بشارك وإذا خسرت أنا الخسرة. شارك في الجمل مثلا 100 على سبيل المثال، ويروح يشارك في الجمل 30، لا. ليش؟ السابع يسمح للمشارك في فئة الـ20 إنتاج بيع إنتاجه بعد انتهاء مشاركته، ويشارك بها المشتري بفئة واحدة فقط من فئات الجمل. أنا أفضل أن يكون فئتين للتلات، واحدة لها المنقيات وواحدة اللي ما بعد شاركه الجديد. الجديد كلام. الحاجة الثانية بالنسبة للفردي، نطالب فردي لها للتلات. في منتجين أحيان ودهم يشاركون بس ما يقدرون. صحيح. لا جولة لقدام هوامير. احنا نبغى لجنة تكافح صناع الإبل. تكون المشاركة بأربع أبكار وقعود. طيب ما عندي قعود. أنا ضدهم كلهم، لا استعارة ولا بيع. أنت بعته خلاص، ليش تشتري ثاني مرة؟ وسيتم فرض غرامة على التأخير بعد نصف الساعة الأولى 10,000 ريال، ونصف الساعة الثانية 20,000 ريال، وفي حال التأخر أكثر من ساعة تلغى مشاركة المتأخر. إلى دخل حلالهم وخلص من جميع اللجان وقده في شبوكة أنه لبس أجلت يجللون. أنت دخلت قلت لا ما ينشغل الوكيل عبث، ليش عبث الوكيل؟ أنت سامحنا فعلاً. المقتضي إن شاء الله الإخوان تطرق لأبو فهد إحنا نعاني منه. فيه مسلم بيحلف على المصحف وبيغش، والله لو عدوي بيني وبينه مشاكل.